تتواصل الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستمرار عمل معبر رفح من الجانب المصري. وشهد اليوم دخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم. وتأتي الجهود المصرية على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية التي تضع بعض المعوقات التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. المزيد يطلعنا عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم التطورات أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري والجهود المصرية المكثفة لإنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية. ربما كنا قد تحدثنا عن الشاحنات التي دخلت اليوم ومتجهة إلى منفذ كرم أبو سالم. عدد هذه الشاحنات 50 شاحنة، نتحدث عن هذه الشاحنات فقط هي التي اتجهت لمنفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 8 شاحنات للسولار. لكن مصر كانت قد جهزت أكثر من 200 شاحنة، لكن يعني باقي الشاحنات قد اصطفت أمام منفذ رفح البري، وهذه هي الشاحنات التي تمكنت من الدخول نظرا للإجراءات التي يقيمها الاحتلال الإسرائيلي على الشاحنات الموجودة وتكدس عدد كبير من الشاحنات أمام منفذ كرم أبو سالم وعدم إنفاذ أكبر عدد من هذه المساعدات لتدخل إلى قطاع غزة. لكن تأكدنا من إنفاذ مساعدات الوقود وهي 8 شاحنات للسولار. عادت إحدى الشاحنات التي أفرغت حمولتها، وتأكدنا من سائق هذه الشاحنة بأن باقي شاحنات السولار ستفرغ حمولتها داخل منفذ كرم أبو سالم. وبالتأكيد هذا تطور هام من الجانب المصري في دخول أكبر عدد من شاحنات السولار ليتم إمداد المستشفيات والمخابز لتعمل مرة أخرى. ولكن حجم المساعدات التي تسمح به القوات الإسرائيلية في منفذ كرم أبو سالم بالعبور إلى قطاع غزة هو قليل للغاية، وهذا ما أشارت إليه اليوم منظمة الأونروا، وأكدت على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات نظرا لحالة المجاعة وأيضا الكارثة الإنسانية الموجودة، وأن عدد كبير من الأطفال يعانون من الافتقار إلى يعني الغذاء وإلى المساعدات الغذائية. وهذا ما أشارت إليه منظمة اليونيسيف، أن 90% من الأطفال يفتقرون إلى الغذاء اللازم، وهناك تقديرات أممية تشير أنه الكارثة ستلحق بأكثر من مليون فلسطيني إذا استمرت الحرب ولم تتوقف في منتصف يوليو القادم، سيكون خطر المجاعة بشكل أكبر. والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.